السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم لاباط شوكولا اللي كنحتاجوها في تزيين ديال الصابلي او تزيين ديال التورتات. بقاو معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبدا معكم المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير مكتوب على الشاشه، عندي 250 غرام ديال الشوكولا، انا استعملت النوع العادي، 210 غرام ديال السكر كلاصي النوع الممتاز اي سبيسيال، جوج معالق كبار ديال الكليكوز، واحد الورقه ديال الجيلاتين. بالنسبه للملونات عندي اللون الوردي واللون الابيض واللون الازرق الغامق، انا كنت بغيت اللون الاسود ولكن ما جبرتش ديك اللون الاسود واستعملت هذا اللون الازرق، وفي الاخر عطتني النتيجه اللي بغيت. بالنسبه للطريقه كما كتشوفوا هنايا عندي جوج معالق ديال الكليكوز عملتهم في واحد الكاسرونه، غادي نعملهم على حمام مائي ومن بعد غادي نضيف عليهم الشوكولا بيضاء. صافي غادي نضيف ديك الشوكولا، غادي نحاول نقطع طريفات صغار باش يساعدني دغيا يذوب. هنايا ضفتو على حمام مائي وغادي نبقى نحرك، ضروري مع التحرك حتى كيذوب ديك الشوكولا والكليكوز كما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا حتى كيذوب تماما. هنايا ورقه ديال الجيلاتين رطبتها في شويه ديال الماء، هنايا صافي بعد ما داب ديك الشوكولا والكليكوز والجيلاتين ارتبط بديك الماء اللي عملتها، غادي نعصرها من الماء مزيان وغادي نضيفها وديك الكليكوز والشوكولا باقي سخونين، وغادي نخلط مزيان حتى كيذوب ديك الخليط ديال الجيلاتين كما كتشوفوا. غادي نستمر بالتخليط حتى كي حتى كتشوفوه جانس مع بعضه، من بعد غادي نوريكم الشكل ديالو. هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا. صافي غادي نزيد نحرك واحد شويه ومن بعد غادي نضيفو على السكر بودره. من الاحسن السكر كلاصي، واخا يكون سبيسيال ضروري ما تغربلوه باش ما كيبقاش فيه ديك الحبيبات وكيعطينا الخدمه مزيان. صافي هنايا غادي نضيف ديك الشوكولا والكليكوز والجيلاتين. انا هنايا عملت 210 غرام ديال السكر كلاصي وجاتني هي هذيك. هنايا بعد ما ضفت ديك الخليط غادي نستمر بالتخليط كما كتشوفوا. هنايا انا ما قطعتش في الفيديو، ما زربتش فيه باش تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنعجنو. داك الشوكولا كيكون باقي سخون كتحاولوا معاه شويه بشويه كما كتشوفوا على الفيديو، حتى كتشوفوا ديك السكر كلاصي دخل بوحديته في الخليط، كتستمروا على هذا الشكل هذا حتى كيتجانس العناصر مع بعضهم، انتم غادي تشوفوا في الاخر. صافي هنايا بعد ما جمعته غادي نزيد ندلكو شويه مزيان، هو كيكون الخليط باقي سخون. ولهذا اللي بغى يلون هاد العجينه ديال الشوكولا من الاحسن وهي باقي سخونه كتقسم الكميه اللي بغيتي وكتلون الملون اللي بغيتي. انا ديك الملون ابيض ما استعملتوش لان خليته في اللون ديالو الطبيعي، ومن بعد كتقسموا الكميه اللي بغيتو كتلونوها بملون على حسب الرغبه. انا غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش عامل. كما قلت لكم هنايا خدات لي 210 غرام ديال السكر كلاصي، هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش نلونها. بالنسبه لي انا زدت واحد الكميه اخرى 4 كيلو اخر لان هاد الكميه ما غاديش تقدني. صافي هنايا غادي نلون بالملون غوز والملون الازرق الغامق كما قلت لكم. بالنسبه لديك الازرق الغامق انا زدت له البودره ديال الكاكاو ولهذا عطاتني تقريبا ديك اللون الاسود اللي كنت باغيه. صافي هنايا غادي نكمل التلوين ديالو وغادي نوريكم الشكل ديالو النهائي. واحد الملاحظه بالنسبه لهاد العجينه هذه، ما كنحتفظوش بها في الثلاجه، كنحتفظوا بها خارج الثلاجه تقريبا اسبوع وكتخدموا بها عادي. وهادو هما الاشكال النهائيه. كما قلت لكم واحد النصف خليته ابيض ما زدتلوش ملون ابيض، والنصف اخر زدت له الملون الغوز
انا بغيتو هكداك اللون فاتح، والملون الازرق كيما قلت لكم هنايا تقريبا كيعطي اللون اسود.